السلام عليكم، معكم عبدو عمرو، رجعنا لكم تاني بسلسله تفتيح باكجات لعبه بيس 2020. والنهارده عندنا باكجات اسطوريه جدا جدا جدا. عندنا باكجات، اقل باكج عندنا النهارده، اقل باكج عندنا النهارده هو باكج نابولي. بعدين عندنا باكجات يوفنتوس، باكجات اساطير يوفنتوس، هو باكجات اساطير بايرن ميونخ. وعندنا برضه باكجات تانية، باكجات هيكون فيها لعيبه من الدوري الالماني ولعيبه من الدوري الايطالي. يعني النهارده هيطلع لنا كريستيانو رونالدو بنسبه، عشان نبقى محددين، هيطلع لنا كريستيانو النهارده بنسبه 70%. يعني 70% هيطلع لنا كريستيانو رونالدو، سواء طاقته كام هيطلع لنا كريستيانو رونالدو النهارده. فلو ما طلعناش كريستيانو رونالدو فهيكون الحظ وحش جدا جدا جدا. فخلينا نشوف اول حاجه باكجات نابولي مين الموجود حالا في باكجات نابولي. عندنا اول واحد اللي هو الدبابه كوليبالي. كوليبالي طاقته 693 93 ده يا شباب مدافع، لو طلع لك يبقى ما فيش حد هيعدي منك، خلاص ما فيش حد هيعدي مني لو طلع لي كوليبالي. فاكيد اول واحد عايزه هو كوليبالي. تاني واحد الان طاقته 91 برضه، انا عمي عايز الان ممكن يطلع لي عادي، عايزه يطلع لي. انسيني ماشي، لا لا مش عايز الحارس ده. مانولاس ماشي، لا لا لا. فكده احنا عايزين اربعه، يعني مش عايزين دول كلهم، ده وده لا. اوكي مانولاس ماشي، انسيني ماشي، الان ماشي، وكولوبالي ماشي. واللي بعده باكجات يوفنتوس هيكون فيها اكيد ادهم كريستيانو رونالدو طاقته 97 وممكن توصله لطاقه 100. اول واحد كريستيانو رونالدو اكيد عايزينه، اكيد عايزين كريستيانو رونالدو. تاني واحد بيانيتش، لا لا مش عايزين بيانيتش. ديبالا، ديبالا لا، وهقول لكم ليه حالا. ديبالا لا مش عايزه، هقول لكم ليه حالا. ديليخت، ديليخت ماشي. رمزي لا، كوادرادو لا، تشيزني لا، دانيلو لا. فاوكي عندنا اثنين بس اللي هم ديليخت وادون كريستيانو رونالدو. عندنا اثنين من يوفنتوس واربعه من نابولي. عندنا برضو اساطير بايرن ميونخ، اكيد عايزين منهم الاساطير، بس الاساطير هم اللي عايزينهم يطلعوا. عندنا مدافع يا شباب طاقه 93، وعندنا اللاعب ده الصراحه مش عارفه برضو، لكن طاقته 93 هيكون اسطوره. وعندنا اللاعب ده، هنفتح من باكج بايرن ميونخ تقريبا ثلاث باكجات ان شاء الله يطلع لنا واحد، مش عايز الثلاثه، انا عايز يطلع لنا واحد من الاساطير دوم. واخر باكج موجود في الليسته دي عندنا باكجات اساطير يوفنتوس، هنفتح منهم اربع باكجات. موجود برضه في كريستيانو، كريستيانو موجود في الباكج ده والباكج ده وباكج الدوري الايطالي. فكريستيانو النهارده هيطلع يعني بنسبه 70%. عندنا كريستيانو رونالدو، نيدفيد، ديل بيرو، وبيرلو. ان شاء الله يطلع لنا واحد، يا بيرلو يا ديل بيرو يا نيدفيد يا كريستيانو، واحد من الاربعه. وعندنا برضو اخر باكج اللي هيكون عندنا النهارده، هنفتح من كل باكج تقريبا ثلاث باكجات ما عدا باكج اساطير يوفنتوس. عندنا الباكج ده هيكون في كريستيانو، اجويرو، هازارد، ليفاندوسكي، فان دايك، بيكي، لعيبه جامده جدا. فاوكي يا شباب، قبل ما نبدا تفتيح الباكجات، قبل ما نبدا تفتيح الباكجات، لو انتم عايزين نكمل في سلسله تفتيح الباكجات لازم يكون في دعم. فلو انتم متحمسين لسلسله تفتيح الباكجات كل واحد حالا يضغط زر اللايك. لو انتم عايزين، لو انتم عايزين نكمل سلسله تفتيح الباكجات اضغطوا زر اللايك، لكن لو انتم مش عايزين نكمل تفتيح باكجات عادي ما تضغطوش زر اللايك، مش مهم لو انتم مش عايزيننا. لكن لو انتم عايزين ومتحمسين لسلسله تفتيح باكجات لعبه بيس 2020 اضغطوا حالا زر اللايك. وحاليا قبل ما نفتح اي باكج عندنا هديه، هديه من كونامي تقريبا ادوها لكل الناس، ادوها لكل الناس اللي هم الاثنين الرقم 10 من فريق يوفنتوس والرقم 10 من فريق بايرن ميونخ. الرقم 10 من فريق يوفنتوس هيكون اكيد باولو ديبالا. اوكي كده خدنا باولو ديبالا. الرقم 10 من فريق بايرن ميونخ اكيد الفليبي كوتينيو البرازيلي. من فريق بايرن ميونخ هنا رقم 10، ومن فريق يوفنتوس هنا برضه رقم 10. اوكي خلينا نفتح الاول كوتينيو، هنفتحها ونشوف التعاقد مع كوتينيو. اوكي اكيد اكيد انا عارف ان كوتينيو اللي هيطلع، بس هنروح على المانيا، المانيا الدوري الالماني، هنروح بقى على كوتينيو، فليبي كوتينيو. هل طاقته هيكون كام؟ طاقته هتكون كام؟ هنشوف حالا. فليبي كوتينيو. اوكي عندنا اللاعب اللي بيفشل مع كل فريق، اللي بيفشل مع كل فريق ومش عايز يثبت مع فريق، فليبي كوتينيو. اوكي خش على طول بطعم منتخب مصر. اوكي عندنا برضه رقم 10 من فريق يوفنتوس، الرقم 10 من فريق يوفنتوس هو الباولو دي ها لا الرقم 10 يلا. اوكي والدوري الايطالي، الدوري الايطالي اكيد، الدوري الايطالي اكيد يلا. باولو ديبالا اوكي انا لابس برضه تيشيرت فريق يوفنتوس النهارده، ف لايق لايق جدا على ديبالا. شوف يا شباب، يا شباب في ناس كتيره جدا، في ناس كتيره جدا بيقولوا ان شبه ديبالا. يعني المنظر اللي انتوا شايفينه حالا دلوقتي شبه ده،
طب بص انا هعمل شبهه. مش شبهه خالص يا جدعان، مش شبه دي بقى، في ناس كتيره جدا بتشبهني بيه، مش شبهه خالص. انا اهو لابس نفس الطقم ولابس كل حاجه. هل انا شبه ديبالا؟ مش شبه ديبالا يا جدعان، محدش شبهني بديبالا، انا شبه عبده، انا عبده مش شبه حد. تمام اوكي، ويلكم ديبالا، ويلكم ديبالا، طاقته 92، ليتس جو. خلينا نبدا دلوقتي تفتيح الباكجات. جبنا الاثنين تقريبا، الاثنين دوم جم لكل الناس، الناس كلهم خدوا الباكجين دوم، لكن هنفتح دلوقتي الباكجات اللي مش كل الناس هيفتحوها. اوكي هنبدا على طول بتفتيح باكجات فريق نابولي. هنفتح ثلاث باكجات ما شاء الله، عندنا اربع لعيبه ان شاء الله، منهم واحد بس. اوكي اول باكج على طول من باكجات فريق نابولي. اوكي ليتس جو على طول نبدا تفتيح باكجات الليله. يلا اوكي من الدوري الايطالي، لكن هل هنكون من اللعيبه الاربعه اللي انا طلبتهم ان شاء الله؟ الان ده الان ده الان رقم خمسه هو الان 91. ليتس جو، هو اسطوره خط النص. ليتس جو، خش على طول النادي. ليتس جو، اول باكج على طول باكج اسطوري. والله اللاعب ده اسطوره، اللاعب ده اسطوره، بيقف في كل مركز انت عايزه، بيقف في ظهير يمين، بيقف ظهير شمال، بيقف قلب دفاع، بيقف خط نص، بيقف ارتكاز، بيقف لك في اي حته انت عايز تلعبه فين يلاقي يقف، يقف في الحته انت عايز تلعبه فيها. اوكي الباكش اللي بعده من باكجات فريق نابولي. اوكي رب كل ثلاث باكجات يكونوا من اللعيب اللي انا عايزه، والله حاجه جميله جدا. اوكي يلا كمان من فاضل ثلاثه، فاضل ثلاث لعيبه. اوكي مين ده؟ لا 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 تقولش يا عم، لا يا عم مش اللي بعده هيكون كولوبالي 93. كولوبالي 93، يلا باكج كولوبالي، يلا يلا الدوري الايطالي، يلا سنغالي، السنغالي كولوبالي، يلا من نابولي ايطاليانو البرتو، ماما ميا كولوبالي. لكن انسين انسين الرقم 14 هو لا منولاس، منولاس 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 للاسف انا بشجع فريق برشلونه. اوكي هنفتح دلوقتي ثلاث باكجات من باكجات اساطير بايرن ميونخ. زي ما انتم شايفين عندنا 1000 كوين، 1040 كوين، 1000 كوين، يعني عندنا 10 باكجات. عندنا ثلاث محاولات من فريق يوفنتوس، يعني كده هيفضل لنا 700 كوين. هنفتح ثلاث محاولات من بايرن ميونخ، يعني كده هيفضل لنا 400 كوين. هنفتح اربع محاولات من فريق يوفنتوس. اوكي ثلاث محاولات على طول من اساطير بايرن ميونخ، ان شاء الله طلعنا اسطوره واحده بس. من ثلاث محاولات ان شاء الله طلعنا اسطوره واحده من اساطير بايرن. يلا ها يلا كيف يلا اسطوره واحده بس، اسطوره واحده بس، ده انا عايزه، ده انا عايزه. يلا ها ها الاولى ها 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 هي هي يا عم كوتينيو، انت لسه طالع يا كوتينيو، يا كوتينيو رخم وجاي كمان بطاقته 87 كمان، انا لسه جاي لي واحد احلى منه. لازم في كل فريق عايز يخش غصب عن كل الناس يا عم، بطل رخامه يا عم. اوكي باكج كمان بمكجات اساطير بايرن ميونخ، ان شاء الله اسطوره، ان شاء الله واحد غير فيليب كوتينيو، ان شاء الله برضه واحد غير ليفاندوسكي، لان ليفاندوسكي موجود عندي كتير جدا. يا عم هات ليفاندوسكي، هات كوتينيو تاني، هات كوتينيو، هات كوتينيو يا عم خلاص، انا غلطان والله العظيم، هات كوتينيو، رجع كوتينيو. والله انا غبي، انا غبي، كوتينيو كان احلى بكتير. اوكي اخر باكج من باكجات اساطير بايرن ميونخ، لكن هيطلع لنا واحد من الاساطير. ممكن ممكن هي هي يلا ها صورة، صورة البايرن، ولا احد منهم اعرفه الصراحة، لكن هلا يطلع الصورة ها ها دي بيطلع فوق الصورة ها. ليتس جو، اخيرا 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 طلع لنا الاسطورة الحية اللي ما اعرفوش. ليتس جو، اسمه ايه اسمه عشان اعرفه؟ البر ليتس جو، طلع البر على طول طلع بر. لكن اوكي عندنا دلوقتي باكجات يوفنتوس وباكجات اساطير يوفنتوس، فاوكي هنفتح باكج من هنا وباكج من هنا، باكج من هنا وباكج من هنا. فاوكي عشان هنفتح اربع باكجات من اساطير يوفنتوس هنفتح هنبدا من هنا، هنبدا باساطير يوفنتوس. فاوكي اول باكج على طول من اساطير يوفنتوس، مين اللي ممكن يطلع؟ هنشوف. اوكي يا رب يا رب اسطوره يا رب. ها لا لا
ايه ده؟ ايه ده؟ ودينا فين ده؟ انا لا عايز ديبالا ولا عايز اي حد تاني، انا عايز ليخت او كريستيانو بس. ان شاء الله طلعنا واحد من الاثنين. اوكي، اول باكج مين؟ باكج جاد يوفنتوس اللي ممكن يطلع منها الدون كريستيانو، وانا قلت ان احتماليه 70% هيطلع كريستيانو، فهل ممكن يطلع حالا الدون كريستيانو صاحب الرقم 7؟ الدون يلا يلا. لا حرام يا عم، ما حدش بيحبك يا اسطى والله، ما حدش بيحبك. اوكي هنفتح حالا كمان باكج مين؟ باكج جاد اساطير بايرن ميونخ. يا رب اسطوره او كريستيانو ال 94، اسطوره او كريستيانو ال 94 يلا. ها ها لا يا عم، نفس روسيا روسيا. لا يا عم روسيا. ان شاء الله دي ليخت او كريستيانو صاحب الرقم 4 صاحب الرقم 7 يلا. ها يا رب صاحب الرقم 7 الدون يلا. كريستيانو كريستيانو رونالدو الدون يلا. سي 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 كريستيانو. الصراحة هو مش وحش ولا حلو، هو لا وحش ولا حلو، بس أنا عايز كريستيانو خلاص. اوكي كمان باكج مين؟ باكج جات أساطير بايرن ميونخ. هيبقى لنا باكج جين، باكج اللي قبله الأخير من باكج جات أساطير يوفنتوس. إن شاء الله طلعنا أسطورة، طلعنا أسطورة من بايرن ميونخ، طلعنا أسطورة بقى من يوفنتوس يلا. ها ها لا يا عم، دي من إيطاليا كريستيانو. كرة كرة سودة كرة سودة كرة سودة. ها بيلعب برجله الشمال. اوكي ليه بيلعب برجله الشمال؟ اوكي هنخلي باكجين، الباكجين الفاضلين الباكجين من باكجات يوفنتوس وباكجات اساطير يوفنتوس هنخليها بعد المباراه. وبرضه هنخلي الباكجات دي برضه هنفتح من هنا تقريبا ثلاث باكجات، ممكن اربعه هنفتح من هنا ثلاث باكجات او اربعه. اوكي هنلعب مباراه وهنفتح بعدها تقريبا خمس باكجات او ست باكجات، رزق على طول للمباراه. اوكي في الماتش ده هنجرب البر البرازيلي هيلعب ايه المباراه، وبرضه هنلعب ببيانيتش والان، بيانيتش والان خط النص. اوكي رجع على طول للمباراه هنشوف هنعمل ايه. اوكي طلعنا اول خصم، طلعنا اول خصم من السعوديه. اوكي هنشوف الخطه اللي عنده، وبرضه هنشوف الخطه اللي هنلعب بيها. فيلا بيانيتش مش عايز يلعب، هنحطه بدل كانتي. عن الخصم عنده اوباميانج 96، ديبالا 96 اللي طالع في الباكجات. صراحه خطه كويسه جدا، خطه اسطوريه جدا جدا جدا. دلوقتي اصلا في المرحله اللي في اللعبه دي المفروض كله يبقى عنده خطط اسطوريه في المرحله اللي فيها اللعبه دي. اوكي يا شباب انا تقريبا ما لعبتش اونلاين كتير، ما بلعبش اصلا اونلاين خالص، فلو انا خسرت في الاونلاين فده مش معناه اني ما بعرفش العب، لا معناه اني مش متعود على لعب الاونلاين، لكن ممكن نكسب. خلينا نشوف على طول هنعمل ايه في مباراه في الاونلاين واحد ضد واحد. ليتس جو، احنا اللي نبدا المباراه. ويلا البر هو اللي هيبدا. يلا بر. ايه الان ميسي ميسي الله ميسي ميسي عدى وراح ميسي ميسي حكم حكم ايه. اوكي بدايه مش مبشره، بدايه مش مبشره، اول دقيقتين على طول جول. شباب هو في ايه اللعب بيعمل كده؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه والله البر 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 والله ده محرم. الله بر تاني البر 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 الله البر البر على طول يا حطه اسطوره. ليتس جو. طب اللعب ده يا شباب السنتر عايز يجيب جول. ها ماسي يلا حكم حكم الان لنيمار يلا انيمو انيمو حمار يا عم في الزاويه البعيده يا عم. يلا البر قصير قصير. يلا يا عم انت بتعمل في الخطه سنه ليه يا عم؟ هادي النيل عايز يجيب فيها جول في اول دقيقتين برضه، يقعد كتير كده عشان يخليني انسى ان عندي ماتش وبعدين يجيب جول فيها في اول دقيقتين، انسى ان عندي ماتش على خلاص نسيت ناسي، وبعدين يدخلني في الاجواء بقى لما يجيب فيها جول. ايه ايه هيباصيها لوباميانج انا عارف. شوف شوف شو قلت هيباصيها لوباميانج انا عارف. لا لا امسك الشجر. وايه ده يا جدعان؟ ايه اللعب ده؟ الله الله صلاح صلاح. اوكي صلاح جول صلاح جول صلاح جول صلاح جول. يا ابو صلاح حرام عليك يا ابو صلاح. العيب فيا ولا العيب في صلاح؟ العيب فيا ولا في صلاح؟ لو العيب فيا ماشي هصلحها، لكن العيب في صلاح؟ لو العيب في صلاح هصلحها ازاي؟
يا عم انا زهقت زهقت والله، بيتكى ستار كتير يقعد يتكى. الله ان شاء الله نجيب جول. الله روح بصراحه، روح اضغط عليه اضغط اضغط اضغط. الله جول رفع من ابو صلاح. الله فري جول. الله راموس راموس يا عم استلمي. اوكي هي ضاعت، هي ضاعت في كرة محمد صلاح خلاص. اوكي خلينا دلوقتي نكمل تفتيح الباكجات. عندنا خمس باكجات، هنفتح ثلاث باكجات من الباكجات دوم اللي فيها ممكن يطلع منها كريستيانو واجويرو، هنفتح منهم ثلاث باكجات. فاوكي يلا اول باكج ان شاء الله نطلع منه واحد حلو. يلا اول باكج يلا. ها ها كريستيانو، كريستيانو في الباكج ده ان شاء الله. كرة سودة حق كرة سودة. ها الدوري ايه ده. اوكي الباكج اللي بعده، الباكج اللي بعده عندنا باكجين كمان، باكجين كمان. قلت احتمالية 70% يطلع لنا الدون ايه كريستيانو رونالدو. يلا الدوري الايطالي، الدوري الانجليزي اجويرو اجويرو. كرة سودة كرة سودة. كانتي انجولو انجولو كانتي ليتس جو. والله باكج حلو، والله العظيم باكج حلو جدا جدا جدا. انجولو كانتي الرقم 7 في تشيلسي ليتس جو قصير المكين. اخر باكج، اخر باكج من باكجات الدوري الدوريات كلها اللي فيها اجويرو واللي فيها كريستيانو. يلا كرة سودة كرة سودة كرة سودة. أي حد، أنا عايز أي حد كرة سودة يا عم، أي حد والله أي حد كرة سودة حرام عليه. أوكي حاليا عندنا باكجات أساطير يوفنتوس هنفتح منه باكج، وباكجات يوفنتوس اللي فيها كريستيانو ودي ليخت هنفتح منها باكج. فأوكي باكجات أساطير يوفنتوس هي اللي هنبدأ بيها أول باكج، والباكج الأخير من باكجات أساطير يوفنتوس. فإن شاء الله يطلع لنا أسطورة، أسطورة واحدة بس، أسطورة واحدة بس. يلا 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 يلا. لا الدوري الفرنسي حرام حرام والله. مين ده؟ والله شكله عيل عنده 10 سنين يا عم. اوكي يا شباب حاليا حاليا عندنا باكج واحد هيتبقى من باكجات يوفنتوس اللي فيها كريستيانو. بيانتش طلع لنا خلاص، ديبالا عندنا، دي ليخت عايزينه، والبقية اللعيبة اللي مش عايزينها هو كريستيانو ودي ليخت، كريستيانو ودي ليخت، كريستيانو ودي ليخت. يلا يلا افتح الباكج ان شاء الله طلع لنا كريستيانو. الدون التورنادو كريستيانو رونالدو. يلا ايطالي جديد الدوري الايطالي، لكن هل كريستيانو رونالدو هيطلع حالا؟ يلا صاحب الرقم 7 بيشاور على المنتخب حمار. اوكي خلاص جالنا الدون كريستيانو رونالدو، وهنخليه يوصل للطاقه ال100، مش هنقفل الا لما كريستيانو رونالدو يوصل للطاقه ال100. اوكي الله طور كريستيانو، هيبقى طاقه 99 مش عارف كده ممكن يوصل ل100 ولا لا، ممكن يوصل ل100. يلا كريستيانو ال100 يلا 100 100 كريستيانو حالا طاقته بقت 100. يا ساتر كريستيانو ما بيعرفش يعمل ايه، كل حاجه بيعرف يعملها الدور. فاوكي زي ما انتم شايفين حالا طلع لنا الصاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، طاقته بقت 100 كريستيانو رونالدو طاقته بقت 100. ف لو انتم عايزين تفتيح باكجات تاني مش عارف ده ممكن يكون اقوى باكج طلع لنا في اللعبه. فلو عجبكم الفيديو وعايزين ننزل اكتر من سلسله تفتيح الباكجات اضغطوا زر اللايك. لو انتم عايزين نكمل سلسله تفتيح الباكجات لانها السلسله الوحيده اللي بتتدفع فيها فلوس. نعمل ايه؟ لكن لو انتم عايزين ننزلها كده هننزل اكيد، لو انتم عايزين ننزلها هننزل وهننزل اكتر. فاضغطوا زر اللايك لو انتم متحمسين، ولو انتم مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل جديد على طول. بس ده كان الفيديو، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان معكم عبدو والسلام عليكم. رونالدو رونالدو رونالدو.